And our beloved Ramadan Islamabad is here, and inshallah today we'll be conducting his nikah, and maybe, you know, signing off the contract, his life, inshallah. But yeah, before we start, inshallah, we have a recitation from our Sheikh, Sheikh Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.